بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا نحن في البداية نطيب أن نتقدم خالص الشكر والامتنان إلى جامعة المغربية للشطرنج على ما قاموا به من تنظيم هذه البطولة القوية، بالإضافة إلى البطولة في هناك لجنة المدربين واجتماعات المكتب التنفيذي للاتحاد العربي للشطرنج. طبعا البطولة هذه من أقوى البطولات الموجودة، بطولة أندية العربية، هذه من ضمن نشاط الاتحاد العربي للشطرنج. طبعا ليس بغريب على الجامعة المغربية على ما قاموا به من تنظيم يعني فوق الممتاز فيها لهذه البطولة. الجميع يشكر الجميع، يشيد بما قاموا به اتحاد الجامعة المغربية لتنظيم هذه البطولة. طبعا نحن أيضا نقدم كل الشكر والامتنان إلى الجامعة المغربية والأخ مصطفى مزال على ما قدموه لراحة سبل اللاعبين والإداريين الموجودين في المملكة المغربية بمدينة مراكش الجميلة. إن شاء الله نتمنى كل التوفيق لجميع اللاعبين المشاركين في البطولة، ونتمنى إن شاء الله أيضا أن في المرات القادمة نعيد هذه البطولات الموجودة في المملكة المغربية.